الفطر على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار عادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور وأذنت مساجد ورنت الكنائس جيران في الله أبواب بلا حارس ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأيهم سيد الرئيس أنا لا نحن الهالكون نحن المبعدون نحن المذنبون نحن المتهمون بالعبادة المحكومون شنقا بالإبادة الذين قطعت ألسنتنا لأنها سيد الرئيس سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها ربنا